بنتي تابت جديدة بنتي تابت في المساعدين 343 مساعد لساب المساعدين 595 انتداب وتغطية أن أمريكا المساعدة يرتقي لنفس المساعدة ثم ينتدب مباشرة بالطريق الخارجي مباشر 595 أستاذ مساعد لساد المحاضرون 182 أساتذة تعليم عالي 138 التكنولوجيون 222 بالنسبة لانتدابات هذه السنة أعطينا أولوية قصوى إلى الجامعات الضعيفة الموجودة داخل الجمهورية في الجامعات الساحلية باش نعطيكم مثال جابس 151 انتداب بينما 171 انتداب بينما جامعة المنار 51 فقط جندوب 64 انتداب بينما منوبة جامعة منوبة 26 فقط المنح انت تعرف المنح يعني زدنا فيها عن الاول وزدنا ايضا في نوعيه المنح في منحه الطالب المسجل في الدكتوراه ياخذ 250 دينار 12 شهر كامله يعني على شبه شهريه بينما كان القبل ياخذ 9 شهور وبعد 12 شهور ياخذ 100 واش 130 140 او ياخذ 250 و12 شهر وزدنا في عدد الطلبه الممنوحين وغيرنا المعطى بتاع المنحه هذه كيفاش كان القبل على المعدل اصبح الان على الشؤون على المشاكل على الظروف الاجتماعيه ولكن عندنا ايضا في الماجستير ينجم على المعدل زاد ياخذ حتى ولو كان الامور الماليه لا بس لكن يكون من ثلاثه الاولياء في الماجستير لان قضيه النقاب هي قضيه شائكه جدا وفي مجلس الجامعات مجلس رؤساء الجامعات كان الساده رؤساء الجامعات طلبوا مني ان لا نسمى اي قانون لا المنع ولا السماح ولا حاجه ويبقى كل حالة تدرس لحالها. وطرحنا هذا الموضوع إلى السادة رؤساء الجامعات. في السنة الماضية وقعت لنا إشكالية في مؤسسة واحدة هي كلية العلوم في تونس. إن شاء الله نقولوا مرة واحدة وقعت في على 200 على 195 مؤسسة وقعت إشكالية في مؤسسة واحدة نقولوا هذا ليس فرصة إن شاء الله بس. فنتمنوا أنه الموضوع هذا يتحل محليا في كل كلية بطريقة سلسة لا فيها لا ضرر ولا ضرار. هذا صحيح. انا عندي مشكلية ترى عندي مشكلة عندي مشاكل مازال نعاونها مازال نحاول نحلوها. معناش ما نمشوا طويلة فريمون امورنا سانك سانك لا مش صحيح. عندنا مشاكل. نعاونها ان شاء الله ان شاء الله ربي يعاوننا على حلها. هي تصنيف الجامعات. كيفاش تصنف الجامعات؟ الجامعات تصنف ماهيش يعني في كل سنة وسنتها. راه ثم تصنيف راه يبقى بين خمس سنين وعشر سنين. وتعطي دي كونفيسيون وتبدا تتبع في الجامعه هذيك اش فيها وش ما فيهاش مش تو تو راه مش جو جا تصنيف اليوم هاي لان الجامعه اليوم فيها وفيها لا مش سهل راه ناخذ لك على مدى خمس سنوات تقريبا الانتاج العلمي هو يحط في الكونفيسيون ليزارتيكل البراءات العلميه كيفيه الانتدابات تاع الاساتذه نوعيه الاساتذه اللي قروا على كيف يجي لتونس حتى 48% من الساعات اللي نقروا فيها يقروا فيها جماعه مش اساتذه جامعيين. مش هاتيك مش هاتيك نوت باهي ما عنديش نوت باهي. 48% من الساعات اللي تدرس في الجامعه التونسيه يقروا فيها ناس ما همش جامعيين. اما اساتذه متعلمين فن والا اساتذه متعاقدين والا فاكاسيون عارضين. مش باش نقول لك هذه جامعات تقريبا 48% ساعات غير جامعيين. مش باش نقول لك هذه كلها